بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. Il ne peut pas nous échapper. C'est-à-dire Dieu, il est le patron de tous, quelle que soit la nature des créatures. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ألا ساء ما يحكم. C'est-à-dire leur jugement, il est pire jugement. C'est-à-dire, le jugement, il n'a aucune relation avec la réalité des événements. نعاود أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يعني حكم هؤلاء الشرذمة من المجرمين يعني ما عندهمش حكم يتماشى مع واقع أحوال الناس، أحوال أمومة ولا أحوال أعدائهم، أي أمة الإسلام عليها على سيدها أفضل الصلاة والسلام. أفهموا بالضبط من خلال هذه الآيات دي مش يتبين لكم اللي هؤلاء مهما تجبروا فلابد من مع معرفة الله اللي شرهم المخفي لابد أن يجلبوا إلى التحقيق، ما يسموش يهربوا من حكم الله فيهم في الدنيا وفي قبورهم اللي حفر من النار وفي الآخرة اللي مآلهم إلى نار أبدية. سادير شنو ليوت إترنال دو لونفير. والسلام علينا بالتمام والكمال.